بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل كلامنا النهاردة عن الهشاشة. هنشوف النصايح المهمة للتخلص من الهشاشة، ازاي نحمي انفسنا من الهشاشة، وازاي نمنع الهشاشة في السن الصغير والسن الكبير، لان احنا بعد سن 30 بندخل في مرحلة بداية الشيخوخة وتبتدي مشاكل العظام ومشاكل المفاصل ومشاكل الظهر ومشاكل الهشاشة. ازاي نحمي نفسنا؟ هنشوف النصايح دي ان شاء الله مع اطيب الامنيات بالصحة الدائمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو السابق عن هشاشة العظام اتكلمنا عن كل ما يخص الهشاشة، من ميكانيزم حدوث الهشاشة وعوامل الخطورة اللي بتعجل بظهور هشاشة العظام، وكل العوامل اللي للأسف أكترنا بيتورط فيها واللي بتؤدي في النهاية للهشاشة. وهنلخص العوامل دي اللي ذكرناها في الفيديو السابق في الآتي، تابعوني. ما هي عوامل الخطورة لحدوث هشاشة العظام؟ 1- السيدات أكثر عرضة من الرجال. 2- مع التقدم في العمر يزيد خطر الإصابة بالهشاشة. 3- العوامل الوراثية والتاريخ العائلي. 4- بعض الأدوية زي العلاج الكيماوي والكورتيزون ومضرات البول والهيبارين. ومن عوامل الخطورة للهشاشة 5- زيادة نشاط الغدة الدرقية، وأيضا زيادة جرعة أدوية قصور الغدة الدرقية زي زيادة جرعة الالتروكسين. 6- مرض البول السكري من النوع الأول ومرض الكبد والكلى المزمنة. 7- التغذية السيئة ونقص الكالسيوم. 8- المشروبات الغازية والتدخين والكحوليات. 9- قلة الحركة والرياضة. وفي فيديو النهاردة هنركز أكتر على طرق الوقاية والعلاج من الهشاشة، وإزاي نتجنب حدوث هشاشة العظام في سن مبكرة، ولو حصلت الهشاشة إزاي نعالجها، لأن الهشاشة للأسف بتخلي العظم ضعيف زي الإسفنج، بيكون عرضة للكسر من أقل مجهود، أحيانا من غير مجهود بسبب انضغاط القنوات أو المفاصل على بعضها. مع العظم الضعيف بيحصل الكسر، وكمان الآلام المتفرقة في الجسم، يعني حتى لو ما فيش كسور فالآلام بتكون شديدة، آلام عامة بالجسم والمفاصل وأيضا الظهر. علشان كده نشوف مع بعض طرق الوقاية من هشاشة العظام. إخواني الأعزاء، طرق الوقاية دايما في أي مرض بنعكس الأسباب وعوامل الخطورة، يعني نحاول نتجنب عوامل الخطورة هنلاقي نفسنا بنعمل وقاية. طيب باختصار كده، إيه هي طرق الوقاية من هشاشة العظام ومن التهاب المفاصل والغضاريف وألام الظهر؟ أولا، أول حاجة المواظبة على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق والنشاط البدني والجيمنيزيوم وتمارين الإطارة والاسترتشات للظهر والمفاصل، ودي بتكون لها فايدة كبيرة جدا في منع تآكل الغضاريف وفي تحسين الوقاية من فقدان الكتلة العظمية. دي أول طريقة اللي هي الرياضة. تاني طرق الوقاية من هشاشة العظام والتهاب المفاصل والغضاريف هو التغذية السليمة. التغذية الايه؟ السليمة. التغذية السليمة في فترة الشباب بتحميك من مشاكل العظام والهشاشة في فترة الشيخوخة، وفترة الشيخوخة بتبدأ بعد سن 30. التغذية السليمة بتتضمن الغذاء المتوازن المليان بالفيتامينات
والعناصر والأملاح الهامة لصحة العظام. وأول العناصر الغذائية اللي لازم نهتم بها هي فيتامين دال، فيتامين دي، وده ليه دور مهم جدا في امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ودول أملاح مهمة جدا لصحة العظام ولمنع الهشاشة ولتقوية العظام. وفيتامين دال مهم جدا انه بياخد العناصر زي الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وبيوديها لفين؟ للعظام. وفيتامين دال اما ناخده من مصادره الطبيعية او المصادر الدوائية. المصادر الطبيعية لفيتامين دال بنلاقيها في الدهون الحيوانية زي اللحوم السمينة وزي السمنة والزبدة البلدي والبيض والاسماك الدهنية. لكن اهم كنز واهم منجم للحصول على فيتامين دال هو الشمس، التعرض لأشعة الشمس. اما المصادر الدوائية لفيتامين دال فاحنا اتكلمنا قبل كده في فيديو سابق، في كذا فيديو سابق، عن كل الادوية المحتوية على فيتامين دال، سواء نقط او سواء اقراص او سواء حقن، واتكلمنا عن افضل الادوية وازاي تتاخد بطريقة تضمن الامتصاص التام. وحتى الحقن قلنا انها ممكن تتشرب شرب بدل ما تتاخد عضل بس بشروط معينة. وانا هسيب تحت ان شاء الله لينكات الفيديوهات ديت في صندوق الوصف، اتمنى وانصحكم بمشاهدتها ونشوف الفيديوهات دي كويس، لان فيها كل ما يخص طريقة استخدامات ادوية فيتامين دال. ومن العناصر الغذائية المهمة لازم نحصل على عنصر المغنيسيوم، وده من الأملاح المهمة جدا 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 لامتصاص الكالسيوم، وبرضه مهم جدا لقوة العظام ومنع الهشاشة. والمغنيسيوم بنلاقيه في الصيدلية بنفس الاسم، أقراص المغنيسيوم. تالت عنصر غذائي مهم لصحة العظام ومنع الهشاشة هو عنصر الكبريت، وده عنصر احنا بنغفل عنه لصحة المفاصل، عنصر الكبريت. والمصادر الطبيعية للكبريت هنلاقيه في البصل، وهنلاقيه في الثوم، وهنلاقيه في الثوم، وهنلاقيه في الخضروات الورقية، وهنلاقيه في البيض. رابع عنصر غذائي مهم لصحة العظام هو فيتامين كي 2، كاف 2، فيتامين كي 2 او كاف 2، وده فيتامين مهم جدا جدا، بياخد الكالسيوم من الامعاء ومن الكلى ويوديها لفين؟ يوديها للعظام، يوديها للاسنان ويوديها للعظام. الكالسيوم لو زاد في الكلى بيعمل حصوات في الكلى وبيعمل املاح في الكلى لاملاح الكالسيوم الموجوده في الكلى. لكن عنصر الكي 2 او الفيتامين كاف 2 ده بياخد الزياده من الكالسيوم ويوديها للاسنان ويوديها للعظام. فيتامين كاف 2 ده بنلاقيه فين؟ مصادره الطبيعيه بنلاقيه في الدهون الحيوانية زي الزبدة والسمنة الفلاحي، وبنلاقيه في زيت كبد الحوت. خامس عنصر غذائي هو السيليكا، والسيليكا ده احنا محتاجين منه حوالي 40 ميلي جرام في اليوم، وده بيحسن العظام والمفاصل وبيحمي من الهشاشة. ومن المصادر الطبيعية لعنصر السيليكا هنلاقيه في الشوفان، هنلاقيه في الرز، هنلاقيه في الموز، وهنلاقيه في السبانخ. سادس عنصر غذائي بيمنع الهشاشة هو الصويا، لازم نضيف منتجات الصويا إلى الغذاء اليومي. ده كله كان الكلام عن تحسين المصادر الغذائية المانعة للهشاشة. يبقى دلوقتي احنا قلنا حاجتين لمنع الهشاشة، أول حاجة النشاط الرياضي، تاني حاجة تحسين المصادر الغذائية. قلنا المصادر الغذائية قلناها من أول فيتامين د لغاية السيليكا. ثالث النصائح الامتناع التام عن التدخين، عن الكحوليات، وتقليل استهلاك الكافيين في الشاي والقهوة، والامتناع عن شرب المشروبات الغازية تماما، ومنع استخدام الكورتيزون. لو التزمنا بالنصايح دي هنمنع الهشاشة تماما. لكن لازم نعرف ان العظام نسيج حي زي ما احنا قلنا، زي اي نسيج حي في الجسم بيتم تجديده باستمرار، والعظام السليمة بيتم التخلص منها باستمرار وبيتم اعادة بنائها باستمرار في عملية التجدد المستمر. لكن مع التقدم في العمر وخصوصا عند السيدات بعد سن اليأس لما هرمون الاستروجين بيقل، بيصبح التخلص من العظم أسرع من عملية البناء، لأن عملية إعادة بناء العظم بتكون أبطأ بكتير من عملية هدم العظم، وده بيؤدي إلى تدهور حالة العظام وإلى ضعف العظام وإلى الهشاشة.
وبالتالي لازم هنا نلجأ للأدوية اللي بتقلل معدل تكسير وهدم العظام، وكمان بتساعد على تسريع عملية بناء العظام.